الرحمة اسم ومسمى، أضحت مفتاح سعادتنا. للمرضى في الرحمة أمل، يهديه طبيب عيادتنا. للداء دواء. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة المشاهدين والسيدات المشاهدات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سنتناول في حلقتنا اليوم من برنامج عيادة الرحمة بقناة الرحمة مرض أو اضطراب يعد من أكثر الأمراض انتشاراً على مستوى الأمراض النفسية، بل يعد من أكثر الأمراض انتشاراً على مستوى الأمراض قاطبة، ألا وهو اضطراب القلق، وهو كما يسمونه الآن موضة هذا العصر. وللأسف الشديد هو موضة هذا العصر بالنسبة للعالم أجمع، وأصبح اليوم في مصر هو شغلنا الشاغل القلق وعدم الإحساس بالأمان بسبب المستجدات الأخيرة التي طرأت علينا. نسأل الله عز وجل أن تمر هذه الأوقات العصيبة بالخير وبمستقبل أزهى لمصر إن شاء الله. قبل ما نتطرق إلى موضوع اضطراب القلق، نلقي نظرة سريعة عن الاضطرابات النفسية وما يصاحبها من وصمة اجتماعية ما زالت لاصقة بها إلى الآن مهما اختلفت درجة ثقافتنا وتعليمنا. الأمراض النفسية منذ البدء كانت منتشرة حتى في كتب التاريخ، حتى في أشعار العرب، حتى في التاريخ العربي. ويذكر أنه أول مستشفى للأمراض النفسية على مستوى العالم هي مستشفى الرشيد ببغداد. ده بيدينا قد إيه كانوا الناس الأوائل أو العرب الأوائل كانوا مفخرة لنا أن هم بدأوا بمستشفى للأمراض النفسية قبل أن تبدأ في الدول الغربية والدول العم سام زي ما يسمونها. فإذن الأمراض النفسية منذ بدء التاريخ ونحن على صلة بها. كانت منذ عقدين من الزمان أو عقدين من الزمان كانت الأمراض النفسية مبهمة، ولذلك كانت تختلط بأمور أخرى حياتية، وكان المريض النفسي دائما ما يلجأ في علاجه إلى وسائل تقليدية أو تراديشنال، يعني وسائل اجتماعية في البحث عن العلاج. ولكن في آخر عقدين بدأت بعض الطلاسم لهذا التجويف الصغير الذي يحتوي على بلايين الخلايا العصبية المسمى بتجويف المخ، بدأت تظهر في الأفق بالأبحاث الجديدة والمستجدات التي حدثت في أواخر العشرين عاما. فلك أن تتخيل هذا التجويف الصغير الذي يحوي على بلايين الخلايا العصبية والتي تعمل بنظام إلهي بديع، تشتمل على بعض الخلايا العصبية وموصلاتها والأسلاك والمستقبلات. هذا العالم اللي احنا لغاية الآن بنسميه العالم الخيالي بالنسبة لنا، يعني ما اكتشف منه لا يساوي أكثر من 1%، فتح أبواب كتير جداً لتحسس بعض الأسباب العضوية للاضطرابات النفسية والعصبية، ومنها على سبيل المثال اضطراب القلق. اضطراب القلق ليس كلمة القلق الدارجة التي يتداولها الناس الآن، أن كلنا في وضع قلق الآن، يعني كلنا في فتن يصير فيها اللبيب حيرانا، ولكن نحن نحاول أن نلقي الضوء على اضطراب القلق المرضي الذي له مسببات عضوية بحتة، بالإضافة إلى عوامل بتزيد أو بتعطي الفرصة لإظهار هذا الاضطراب، هو اضطراب القلق. اضطراب القلق يندرج تحته مسميات كثيرة من الاضطرابات النفسية، منها على سبيل المثال اضطراب القلق العام، اضطراب الرهاب، المخاوف الاجتماعية، اضطراب الهلع اللي بيسموه البانيك ديس أوردر، اضطراب الوسواس القهري، اضطراب اللي هو ما بعد الكرب أو بوست تروماتيك ستريس ديس أوردر. كل هذه الأنواع من الاضطرابات هي تندرج تحت اضطرابات القلق. لو نظرنا إلى اضطراب القلق من ناحية انتشاره هنلاقي نسبة مهولة، يعني لا تتعدى أكثر من 17% في بعض الأبحاث
التي تمت على مستوى العالم العربي وعلى المستوى العالمي لا تقل هذه النسبة في انتشارية اضطراب القلق. فلك أن تتخيل مرض نسبة انتشاره 17% من بين عامة الناس أو 11% في بعض الأبحاث أو أي كان، هذه النسبة لا يصل إليها أي اضطراب أو أي مرض عضوي آخر ما عدا بعض الأمراض اللي هي العدوى، زي مثلا فيروس سي، زي معرفش انفلونزا، زي حاجات بتبقى إبديميك موجودة ممكن تكون أعلى منها انتشارا. فلك أن تتخيل كيفية توجيه ميزانية الصحة العامة لاضطراب مثل هذا. يعني كل 100 واحد فيهم 17 واحد عندهم اضطراب قلق مرضي، لأنه سوف نلقي الضوء في هناك فرق ما بين القلق وما بين الخوف. الخوف هو نتيجة رد فعل لمثير خارجي عندك، خايف من حاجة معينة فبيحدث شوية اضطرابات عندك بما نسميها القلق. إنما الاضطراب القلق المرضي هو الخوف بدون وجود مثير خارجي، الخوف النابع من الداخل اللي هو الإحساس بعدم الأمان. فكيفية توجيه ميزانية الصحة أو وزارة الصحة إلى الأمراض الأكثر انتشاراً، فالأقل فالأقل فالأقل، بجيش على مرض نسبة انتشاره لا تتعدى النص في الألف واديله ميزانية زي نسبة مرض انتشاره على الأقل 17%. ولكن ما يعيق هذا التوجه ناحية الاضطرابات النفسية هو كما ذكرنا هو الوصمة الاجتماعية اتجاه المرض النفسي، لأنه المرض النفسي أو العصبي ما زال حتى عند عامة الأطباء المعلومات عنه ضئيلة ما عدا المتخصصين في مجال الطب النفسي، معلومات عنه ضئيلة لأنه للأسف الشديد لم يدرس خلال سنوات الدراسة في كليات الطب، ولكنه يدرس في التخصص فقط لا غير. فنجد أن غالبية الزملاء في التخصصات الأخرى قد تكون معلوماتهم أو معرفتهم بالاضطرابات النفسية تساوي معلومات العامة. طيب هناخد اتصال ونرجع لكم تاني. الأخت عفاف، ألو. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا مش سامع الصوت كويس. لو سمحت تفضلي. كنت عايزة أسأل سؤال بس لو سمحت. أنا كنت مريت بمرحلة عصبية طويلة شوية، فبعدها حسيت بتنميل في دماغي وألم فظيع في دماغي من ورا مع الجنب الشمال فوق ودني الشمال كده. أيوة. فحضرتك يعني أنا قلقانة، يعني مش عارفة ده من إيه، يعني طول الوقت ما تعصب ألاقي ألم فظيع في دماغي. لما تتعصبي فقط لا غير، إنما مش مستمر من غير عصبية؟ لا، لما بتعصب بس. طيب هرد على حضرتك. حاضر، شكرا يا أخت عفاف من الجيزة. قبل ما نرد على الأخت عفاف كنا هنذكر دلوقتي أعراض اضطرابات القلق. الأخت عفاف بتشتكي بتقول أنه لما بتتعصب بيجي لها تنميل في وشها أو فوق الأذن اليمنى، دي لما تتعرض لموقف عصبي. ده احنا بنسميه اللي هو رد فعل لمشكلة معينة قدامنا، يعني لا تصل الحيثيات التشخيصية بتاعته ان احنا نقدر نشخص اي نوع من اضطرابات القلق. اضطرابات القلق دائما ما تكون مصحوبة بأعراض فسيولوجية. فسيولوجية يعني ايه؟ بيبقى احساس بالخوف الشديد، وده احنا بنتكلم على اضطرابات اعراض القلق، احساس بخوف شديد يتبعه اعراض فسيولوجية منها جفاف الحلق، زغللة في العينين، العرق، التعرق، ممكن رعشة في الإيدين، ممكن دخول الحمام أكتر من مرة، ممكن زيادة في ضربات القلب، ممكن تقلصات في الأمعاء، ممكن حاجات كتير جدا من الأعراض الفسيولوجية. هذه الأعراض تكون مصاحبة لاضطراب القلق وتستمر فترة لا تقل عن أسبوعين بهذا الاضطراب، وتقدر تأثر على وظائف الشخص المهنية والاجتماعية. يعني لو في شغل بيبدأ يتغيب عن العمل بتاعه، لو في البيت مش عارفة تقضي مصلحة الأولاد.
ده بنسميه اضطراب القلق المرضي اللي هو اضطراب القلق العام. اما ما يحدث للاخت عفاف نطمئنها ونقول لها ده رد فعل لموقف عصبي فقط لا غير، لا يحتاج الى تدخل دوائي وانما يحتاج الى علاج نفسي بطرق اخرى منها العلاجات السلوكيه، كيفيه استخدام نوع من انواع الاسترخاء المعين والشرع. في مكالمه ثانيه نسمعها لاخت نوره. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. سمحت يا دكتور، انا كنت بخاف من وانا صغيره، يعني عندي يعني بخاف بطريقه ملحوظه، يعني انا انام والنور منور، ما اقعدش لوحدي في الشقه. بس دلوقتي انا اتجوزت وخلفت، بس ما اقدرش برضه، بس الموضوع معايا كبر قوي، انا ما اقدرش اقعد بالنهار في البيت لوحدي ابدا. يعني المخاوف الطبيعيه بتخافي من اكتر من حاجه، تخافي من الضلمه، تخافي لا تقعدي لوحدك. مع زياده بقى ان انا ممكن بالليل ببقى في رعب، حتى وجودي موجود، حتى وابني موجود، لما يدخل تدخل الضلمه يبقى في رعب. يبقى في رعب. انما بتنامي طبيعي؟ بتنامي طبيعي. بنام طبيعي، مع العلم ان انا ممكن بالليل اقعد افكر في الموت، لما اتدفن هعمل ايه، لما ادخل القبر هعمل ايه. دي طبيعتك ولا حاجه جد عليكي جديد؟ جد عليا الكلام ده، مثلا من 3 شهور. هل بيجي لك احساس مفاجئ وحتم انك انت هتموتي دلوقتي؟ لا مش كتير، يعني ممكن مرض. بتفكري فقط لا غير، وبتخافي من الموت. خايف يبقى في، خايف لا يكون عندك مرض؟ لا. خايف من الموت. يعني خايف ايه اللي هيحصل لي لما اتدفن، هتدفن ازاي لوحدي في قبر لوحدي. طب هل دي مأثره على تركيزك في البيت او في عملك؟ انا ما اقعدش ابدا في البيت، انا بقالي بالظبط اسبوعين ما اقدرش اقعد بالنهار في البيت، انزل لا اعمل اكل ولا اعمل اي حاجه، ولا اقدر اقعد. ما تقدريش تقعدي لوحدك خالص. معاكي اولادك في البيت؟ معايا ابني عنده 4 سنين. حتى لما يبقى معاكي ما تقدريش تقعدي بيه لوحدك؟ حتى لما يبقى معايا. تروحي فين؟ اروح عند اي حد من صحابي، انزل عادي، لو ممكن اقف في الشارع، بس ما اقعدش لوحدي في البيت. طيب هرد عليك، شكرا اخت نوره. عفوا، بس في استفسار تاني، ده محتاج ان انا اروح لدكتور ولا حضرتك؟ محتاجه طبعا انك انت تروحي للدكتور، تراجعي لي انه الامر تعدى الى خلل في الوظيفه الاجتماعيه عندك والمهنيه، مش قادره تقعدي في البيت، فبتهربي من البيت تروحي اي مكان، فلازم تروح للدكتور وهيطمئنك ان شاء الله. ناخد الاخت مريم من مرسى مطروح. السلام عليكم. يا اهلا بحضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا اخت مريم. بخصوص العصبيه يا دكتور. اتفضلي. عن نفسي انا كنت بنتعصب بحيث اني لو نريد ان نكلم احد خالص. عصبيه. ايوه عصبيه. دي طبيعتك يا اخت مريم انك انت عصبيه من اول ما اتولدتي ولا جديد عليكي؟ لا يعني لما وعيت نفسي كده لقيت نفسي عصبيه يعني. يعني دي طبيعتك ولا حاجه جد عليكي جديد؟ لا طبيعتي، دي طبيعتي. طبيعتك انك انت عصبيه. نعم؟ طبيعتك انك انت عصبيه. ايوه طبيعتي انا عصبيه، يعني مش نستحمل اي حد مثلا يكلمني، في مرات يعني في عدي يوم مش عايز اكلم حد. لا قولي لي، تقعدي بعض الايام مش عايزه تكلمي حد خالص؟ ايوه في يوم مثلا كده مش عاوزه اكلم حد، في يوم يبقى كده مش عاوز، لا مش عاوزه نحن نتحدث مع حد، مش عاوزه. طب هل عصبيتك دي بتاذي بيها حد ولا عصبيه داخليه؟ لا عصبيه كده مع نفسي كده، ما اتكلمش حد. مع نفسك؟ ما اتكلمش حد. ما بتحاوليش تاذي بيها حد ولا تكسري حاجه؟ لا ما اتكلمش حد، يبقى نفسي بيخرج بصعوبه، لما اتعصب القانون يتعصب عندي. انت بتدرسي ولا بتشتغلي ولا ست بيت؟ لا كنت يعني بدرس وبطلت، يعني خلصت. كملتي دراسة؟ أثناء الدراسة كنت بتعصبي على زملائك في الجامعة؟ لا ما فيش، ما تعصبيش على زميلاتك؟ لا ما تعصبش على زميلاتك. طب العصبية دي في البيت فقط لا غير؟ لا في البيت بس، في البيت. يعني مش كتير، مش على طول يعني عصبية، مرة كده مرة أحيانا كده. يعني أحيانا مش بعض طيب. الأوقات يعني. شكرا يا أختي مريم، هرد على حضرتك. لما أتعصب القيم يتعصب يتعب عندي، ما يعني يحمس عليه يعني. ماشي يا اختي مريم، هنرد على حضرتك. طيب الو. طيب قبل ما نرد على الاخت نوره والاخت مريم ويمكن الاخت عفاف ردينا عليها، احنا لسه بنقول في اضطرابات القلق. الاخت نوره عندها الحاجات الاساسيه من اضطرابات القلق العام، اللي هو اضطرابات القلق العام المرضي كامل الحيثيات التشخيصية، فده لازم تتعرض على طبيب ويبقى علاجه
زي علاج أي مرض عضوي. يعني الناس دايما بتخاف من وصمة الأدوية النفسية، بتقول لك الأدوية النفسية دي بتعمل إدمان، بتعمل بوظ الدماغ، إنما هذا كلام طبعا ليس له أساس من الصحة، بدليل إن احنا أحيانا بنعالج بعض المدمنين بعض الأدوية النفسية. ولكن اضطراب القلق العام هناك خلل في كيمياء المخ، يعني خلل في الناقلات العصبية اللي موجودة في المخ اللي هي المفروض تشتغل بتوازن، أحيانا بيحصل فيها خلل. طيب ناخد الأخ أبو الحسن من الأردن. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا دكتور؟ يا أهلا أخ أبو الحسن. الله يخليك. معلش بس أنا عندي رهبة زيادة بطريقة فظيعة جدا، يعني لدرجة ما أقدرش أقف مثلا أصلي بالناس، مع أني شايف أن يعني في ناس يعني لما أزعنا أقل مني ما تقف إمام، ما أقدرش أقف إمام، ما أقدرش أواجه الناس في يعني إذا موضوع عام أقف. يعني أي موقف أمام جمع بترتبك. أيوة بالظبط كده، بالظبط. آه. طلعت قبل كده عشان اخطب جمعه مرتبك جدا وما اقدرش اتكلم وصوتي يتخانق خالص. وما عدا ذلك انت كويس خالص. اه بس هي زي ما بحكي لحضرتك كده يعني. بالظبط، هو المشكله بتبقى لما تروح مكان فيه جمع عشان تتكلم ترتبك. أيوة. او لما تروح مكان جديد عليك تشوف ناس جديده عليك ممكن ترتبك. ارتبك وبنطوي مع نفسي كده، احب ابقى ساكت كتير. والارتباك ده بيخليك تتجنب انك انت هذه المواقف بتبقى انطوائي. بيبقى عندي الهروب. ايوه دايما اهرب من المواقف دي. طيب ماشي يا اخ ابو الحسن، هرد على حضرتك. ماشي، تسلم. شكرا. شكرا. طيب فكنا احنا لسه بنرد على اضطراب القلق العام عن الاخت نوره، وقلنا انه ده له الحيثيات التشخيصيه الكامله لاضطراب القلق العام، وقلنا ده نتيجه خلل في الكيمياء المخ اللي موجودة أو عدم توازن فيها، فبندخل بأدوية بنظبط كيمياء المخ تاني، وبعد كده بندخل بعلاج سلوكي لطمأنة المريض. أولا علاج تدعيمي، بعد كده علاج سلوكي معرفي لطمأنة المريض وتعديل هذه الفكرة المشوهة أن هي تخاف لتقعد وحدها في البيت، أن هي وصلت لدرجة دلوقتي خلاص بدأت تعقها عن أداء وظائفها الاجتماعي. فإن شاء الله بعرضها على طبيب نفسي، أقرب طبيب نفسي ليك تعرض نفسك عليه، هتلاقي عنده العلاج اللي هو البسيط. الأخت مريم عندها عصبية. أنت عارف يعني عارف الشخصيات ربنا مقسمها، في شخصية لها سمات عصبية، وفي شخصيات هادية، وفي شخصيات موسوسة، وفي شخصيات معرفش إيه. الأخت مريم من الناس اللي عندها سمات الشخصية العصبية، بدليل ان هي ممكن بتظهر فقط لغير في البيت نتيجه اذا كانت في مشاكل في البيت او ما فيش مشاكل، ولكن لا تتعدى مرحله البيت وتروح لمرحله الدراسه وما هياش سمه غالبه عليها. فهذه سمه من سمات الشخصيات العصبيه، محتاجه علاج تدعيمي وطمأنه فقط لغير، حتى من اخصائي نفسي وليس طبيب نفسي هيحللها الاشكال. والشخصيات العصبيه دايما ما تعاني من 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 امراض بنسميها الامراض النفس جسديه احيانا. في طيب ناخد ام ايه من حلوان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سمعت يا دكتور، انا بنتي عندها 16 سنه في ثانوية عام. بنتك عندها 19 سنه؟ 16 سنه. 16 سنه. عندها حاله كده ان هي لازم تروح لدكتور نفسين. جات لها حاله ايه؟ يعني لازم على طول في بالها عايزه اروح لدكتور نفسين. هي اللي عايزه تروح لدكتور نفسين. او بعدين هي يعني هي متفوقه جدا وشاطره وجميله. عظيم. عندها حواسان كده تقول ان انا يعني ايه وحشة. وعصبية. عندها حتى من شدة العصبية جالها القولون العصبي. وبتخاف يا دكتور جدا. بتخاف. بتخاف قوي. طب وانت شايفة ان هي وانت شايفة ان هي يعني كونها تروح لطبيب نفسي دي حاجة لا وحشة؟ عادي، بس يعني انا شايفها طبيعية جدا جدا يعني ايه. عظيم. شايفها عادية جدا. ما انت بتقول انك انت شايفها طبيعية ومع ذلك بتقول عصبية. هي عصبية. بتقول انا وحشة. يعني. نعم. وبتقول انا وحشة. هي جميله جدا، بس هي عندها طيب. يعني ايه حاجه كده تقول انا وحشه. طيب. انا شكلي وحش، زمايلي احلى مني. طيب. انت تعرفي انه دي بدايه التعب كده، بدايه الاكتئاب في سن المراهقه، انه تبدا انعدام ثقه في النفس، ويبدا زي ما هنرد على حضرتك دلوقتي هقول لك الحاجات اللي موجوده فيه. اتفضلي. ناخد ام شيماء القاهره. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا دكتور بعد إذن حضرتك، أنا معايا أولادي ثلاثة، عايزة أستشير حضرتك في كل واحد فيه حاجة كده خاصة بعد إذنك. اتفضلي بسرعة عشان تدي فرصة بس لغيري. حاضر. اتفضلي. أنا حضرتك معايا شيماء بنتي الكبيرة، حضرتك 19 سنة، هي حضرتك كانت وهي صغيرة كانت منطوية وما كانتش بتمل ليا وواخدة جنب مني خالص، لما كبرت بقت في سن الإعدادية حضرتك يعني بدأت تقرب مني لدرجة إن بقت كويسة معايا، لدرجة إن يحصل أي مشكلة مني خالص معاها وأزعل منها تاخد جنب وتحاول ان هي تأذي نفسها وجسمها اذى شديد لدرجه انها ممكن شعرها ده بتحبه جدا ممكن تقعد تقص فيه لغايه ما تحلقه خالص. تعور نفسها بحاجه؟ هي بتحب الرسم حضرتك، دايما ترسم صوره ذئب كده وله مخالب وكل اللي في الرسمه تقلبه في شخصيتها وتأذي جسمها بالرغم ان هي ما بتطيقش تلمس اي حاجه. انت قلت ان هي انطوائيه مش كده؟ انطوائيه خالص. ليها اصحاب؟ بس يعني مش متداولة ودايما ما ترتيبها الكام في اخواتها؟ ترتيبها الكام في اخواتها؟ دي الاولى حضرتك. ترتيبها الاولى؟ طيب حضرتك سارة، حضرتك يا دكتور السنة دي اولى جامعة. أيوة. حضرتك دايما بتبص للجميع اللي حواليها تاخد عيوب كل اللي حواليها وتتقمص شخصيات العيوب فقط، يعني تاخد الحاجات الوحشة من اللي حواليها كل حاجة. ودايما تاخد فترة شخصية بنت عمها العيوب اللي فيها مثلا العيوب اللي فيا انا اللي في باباها تقعد فترة على كده ودايما عصبية وما تقش نفسها. بتعند معاكو فرح؟ بتعند معاكو على طول؟ بدأت الوقت بالعند الشديد. يعني انت تقولوا يمين هي تقول شمال. دايما تتهمني ان انا بحب اختها وبحب اخوها وما بحبهاش خالص، هي دي الوسطانية حضرتك. واللي الصغيرة بقى الاخير بقى عمر حضرتك 4 سنين حضرتك، دايما نجي اعلمه يكتب الحرف ويبقى عارفه كويس، يكتبه لي من الشقلب دايما عنده تبول دايما لا ارادي. ايه حضرتك عنده تبول لا ارادي ده 4 سنين يعني؟ طيب. لا بس هو بفضل الله كويس بس. طيب. ده يعني عند كويس عشان هو الولد ولا ايه؟ ولد. عشان هو الولد يبقى كويس؟ لا انا اقصد اقول صحيا. طيب. كويس يعني. طيب ماشي. انا سالته صحيا لقيته كويس. طيب. كشفت عليه عفوا. طيب حضرتك يبقى واقف كده على السجاده يعني على روحه يمسك حاجه بالليل بس ويقطعها كلها. بتبول بس بالليل ولا بالليل وبالنهار؟ وبالنهار يا دكتور برضه. طيب والنوعين مع بعض. طيب ماشي ماشي جزاك الله. هرد على حضرتك. شكرا شكرا يا دكتور. شكرا. معلش هي المكالمات اللي بتيجي ورا بعضها احيانا الواحد بينسى بيرد على مين، ولكن احنا قلنا مريم العصبيه ده ارهاب رهاب عندها، رهاب سمات عصبيه عندها، احيانا بتخاف معرفش يعني حكايه الخوف اللي هو متاصل في الشخصيه ده بيسموه خوف عام، احيانا كلنا بنصل لدرجه الخوف، انما لو وصل لدرجه ان احنا بنخاف من حاجات معينه او بنتجنب حاجات معينه ده بيسموه رهاب خاصة أو سبيسيفيك فوبيا اللي هو قابل للعلاج. أبو الحسن من الأردن بقى عنده حاجة يعني منتشرة بطريقة غير عادية اسمها الرهاب الاجتماعي أو السوشيال انكزايتي، ده موجودة وخصوصا في المجتمعات اللي هي المنغلقة على نفسها شوية. هتلاقي إيه هو عبارة عن إيه ده؟ عبارة عن إنه هو لما يجي يتكلم في جمع من الناس بيرتبك، يصاب بالارتباك وبيحس الناس كلها بتتفرج عليه، فاللي بيحصل له توترات او اعراض فسيولوجيه، تلاقي لك ضربات قلبه بتزيد، ريقه بينشف، يجي له دوخه، ممكن يغمى عليه، فبيحصل تجنب لهذه المواقف، وبالتالي بيتجنب بينعزل في البيت وبيحرم نفسه من حاجات بتكون حسنه جواه، يعني مثلا في جامع في هيخطب في الناس مثلا، قد يكون خطيب مفوه فعلا وقد يكون راجل عالم ومع ذلك عنده رهاب اجتماعي بسيط يتحل بسهولة وما نحرمش المجتمع من هذه الإبداعات. أحيانا بتحصل في أماكن لما يروح يزور ناس جديدة عليه يعني ما شافهاش قبل كده يحصل هذا الرهاب الاجتماعي، وده نوع من أنواع اضطرابات القلق، وبرضه لازم يعرض نفسه على طبيب لأنه علاجه بيتمثل في علاج دوائي مع علاج نفسي سلوكي ومعرفي. ده الأخ أبو الحسن. أم آية عندها بنتها 16 سنة، وانتوا عارفين 16 سنة دي مرحلة المراهقة. مرحلة المراهقة للأسف الشديد بتبقى من أقصى المراحل ومن أصعب المراحل اللي بيمر بيها الإنسان، كل الناس مرت بيها، ما هي السبة مرحلة المراهقة. اللي بيحصل اهتزاز غير عادي داخلي وخصوصا عند البنات نظرا للتغيرات الهرمونية اللي بتحصل فيهم والتغيرات الشكلية اللي بتحصل فيهم،
عفوا. والبنت بتحس ان هي بقت انسه خلاص، فبتبدا حاجه من الاثنين، كم الطاقه اللي جواها ده، يا اما بتخرجوا اتجاه الاخرين، اما بتخرجوا اتجاه نفسها. فبتقول ان هي بتحس ان هي برغم ان شكلها حلو ان هي وحشه، ان هي سيئه، ان هي شكلها مش كويس، ان هي اقل من اقرانها كتير جدا جدا. ففي الحاجات دي الام برغم ان هي البنت اللي بتشتكي بكده بس مش واخده بالها منها، تقول لك لا دي هي حلوه، دي هي بتصعبط، دي هي معرفش ايه، وهكذا. ودايما بنرجع اللوم مره تانية على هؤلاء الشباب في مرحله المراهقه، فاما حاجه من الاثنين تزداد عدوانيتهم على نفسهم، يا اما بيدخلوا في مرحله الاكتئاب وهو من اعراضه فقدان الثقه في النفس، قله التركيز، عدم الانجاز الدراسي والاجتماعي. كل هذه الحاجات لازم ناخد بالنا منها يا ام آية، والبنت بتاعت بنتك لازم تعرضيها على طبيب نفسي عشان يقدر يساعدها. ام شيماء قالت ثلاث اولاد عندها ربنا يخليهم لها. معلش عفوا ام آية، في 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 بعض الاشياء عندها اللي هي بتحاول ان هي تتعامل معها كما لو كانت تفكيرها على مستوى تفكير الام. لا، احنا لازم ننزل لتفكير اولادنا، لتفكير مرحله المراهقه، مرحله صعبه جدا، وبنحاول بقدر الامكان ان احنا نتحمل ونسمع حاجات طبقا لزمانهم مش موجوده كانت على زماننا. فبحاول لما تنزلي يا ام آية لسنها هتقدري تتفهميها اكتر، هتقدري تحتويها، هتقدري تخرجيها من الانطوائيه والكتاب اللي هي فيه، والا المقابل انت اللي هتتعبي برضه. يعني انت اللي هتتعبي، لو الاكتئاب فضل سنه وسنتين من غير علاج هيحتاج علاج مضاعف المده عن الاكتئاب في بدايه ظهوره. ام شيماء عندها شيماء 19 سنه، دي منطويه على نفسها. تعرف في سمات في الشخصيه او في اضطرابات في الشخصيه اسمها الشخصيات التجنبيه او الافويدنت بيرسوناليتي، شخصيات متجنبه الناس، منطويه على نفسها، بتحب تعيش في العزله. هذه الشخصيات بتعيش بينها ما بين نفسها. ها طيب، ناخد مكالمه. ابو محمد من فلسطين. يعطيك العافية دكتورنا. يا أهلا بك يا أبو محمد. الله يسعدك، خلينا إياك، وشكرا لكم على البرامج الطيبة، وإن شاء الله الله يوفقكم بهذه القناة إن شاء الله. بارك الله فيك حبيبي. معلش دكتورنا، في عندي مشكلة بسيطة، أنا زلمة عندي شوية قلق، ولكن بتغلب عليه بعد ساعة زمان أو بعد يوم. عظيم. ولكن صارت عندي مشكلة قبل أكم من يوم هيك شيء، توفى عندي أخو إلي عمره طبعا 31 وهيك، يعني على البركة، فما قصرناش بحقه دكتور. وكنت انا بعد ما توفى انا الموجود فوق راسه، توفى بين ايدي بالمستشفى يعني. لا لا معلش ابو محمد، قول لي ال 31 سنه ده اخوك؟ اخوك اخوي دكتور، اخوي دكتور وكان مريض عقليا يعني. فكنا بواجبه الحمد لله وما قصرنا دكتور، ولكن صار بعد فتره تعب من معدته وشيء زي الحكي يعني، وقبل يومين ثلاث اربع ايام توفى دكتور. وتوفى وكنت انا معاه بالمستشفى يعني، انا اللي كنت جنبه، توفى في حضني وكذا، وفوت الثلاجي وعدم واخده غسلته انا مع المغسل والصلاه انا، وبالقبر انا نزلته. فدكتور صار عندي هاجس خوف، بعرف شو خوف وقلق، ودكتور بلوم نفسي او كذا مش عارف يعني. الحمد لله انا مؤمن ومصلي ومصوم عظيم خالص، ولكن صار عندي مشكله دكتور يعني، قيام الليل الحمد لله هذا شيء روتين عندي يعني تقريبا، وقراءه القران جزء يوميا عظيم، والتسبيح والتغليل وكذا كله دكتور، ولكن اثنين وخميس تقريبا عادي. بس صار عندي دكتور خوف، بعرف شو خوف من الموت، خوف تقصير من اخوي، خوف من اخوي لانه خوف من حاجه انت مش حاسسها، بس حاسس انك انت ما عندكش امان كده وحاسس بقلق دكتور. حاسس ايوه في شيء يعني زي الدنيا مسكر. النوم بتاعك اخباره ايه يا ابو محمد؟ نومي دكتور الحمد لله بنام يعني تقريبا، ما هو هذا الحكي من يومين ثلاثه دكتور، بنام تقريبا الساعه 10، بقوم على قيام الليل الحمد لله. عظيم عظيم. بتأدي عملك كويس؟ نعم. بتأدي عملك كويس؟ ما فيش قلق في العمل؟ عملي ولكن هاليومين حسيت حالي دكتور. انا بسألك نعم. خلال اليومين دولت بعد ما انت دفنت اخوك الله يرحمه، انا بسالك على هذه الاعراض، هل بتادي عملك كويس ولا لسه قاعد متوتر؟ لا الحمد لله انا بعملي دكتور. طيب عظيم خالص. انا بعملي ولكن دكتور بصيبني رعشه، بصيبني بقدرش اوقف على جري، اكتافي بحسهم مش معي، ايدي جري مش معي دكتور، دائما تفكير تفكير خوف تفكير خوف،
شو هالقلق هذا دكتور؟ ما بعرف شو اللي حصل. وانا الحمد لله يعني القراءه القران التسبيح طيب. بحاول اطرد الشيطان من راسي. ربنا يكرمك يا ابو محمد. كذا من هذا الحكي دكتور. طيب انا هرد على حضرتك. شكرا ابو محمد من فلسطين. ناخذ ام محمد من السويس. الو. ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اموري يا ام محمد. الامر لله. لو سمحت يا دكتور، انا من شهر طوبه كده كانت جاتني نزله برد شديده. ايوه. وبعد ما راحت مني باسبوع حسيت وانا نايمه كده على جنب اليمين زي مراوح بتخبط في دماغي شديده. شديده جدا لدرجه ان انا بقيت فاقده التوازن. وبعدين بعد كده اختفى مني النوم خالص. احاول ان انا انام مفيش نوم. قعدت يطلع 10 ايام مفيش نوم، يعني لدرجه كنت هتجنن كده وعيط من قله النوم. بعد كده بقى يا دكتور جاني ايه؟ سخانات في وداني. صوت سخانات ماسك في وداني بدماغي كده من فوق ودني على طول. وش مش عارفه انام نهائي، واحس ان دماغي دي مفيش صداع بس دماغي منفوخه جدا. هل عرضت نفسك على دكتور انف واذن؟ وانا عندي اول ما جاتني المراوح دي يا دكتور رحت لدكتور انف واذن. قال لي ده انت عندك التهاب في قناه الستاتليس. طيب خلاص حللك المشكله كده يا ام محمد. المراوح دي راحت يا دكتور، المشكله كلها بقى في دماغي من فوق وداني سخانات شغاله على طول 24 ساعه. ما هو ده نتيجه الالتهابات اللي عندك في الاذن الوسطى و زي ما شفت الطبيب. يا دكتور. نعم. طيب في سؤال تاني يا دكتور لو تفضل. انا بنتي عندها 25 سنه. ايوه. وهي بنوته جميله جدا ومؤدبه جدا وموظفه. ربنا يخليها لك. الله يخليك. بس بتخس كده يا دكتور، رفيعه ورغم كده وشها جميل جدا. بتخس يعني ايه؟ بتخس يا دكتور، وعملت لها جميع التحاليل. هل بتخس الخسان غير الطبيعي؟ يعني بدات تغير هدومها، بدات الهدوم توسع عليها؟ ايوه ايوه يا دكتور. نزلت كام كيلو؟ يعني هي دلوقتي حوالي في حدود 45 كيلو. وطولها كام؟ الطول 170. طيب قليل. هي كانت كام قبل 45؟ هي طبيعتها ولا كانت؟ لا كانت تخينه جدا. كانت كام؟ والله ما عارفه. يعني في حدود مثلا 65 70؟ دي نزلتهم في قد ايه؟ في سنين، يعني في كذا سنه بالتدريج. كذا سنه يعني سنه سنتين ثلاثه يا ام محمد؟ طيب. ثلاث سنين. طيب. وبعدين دلوقتي يا دكتور بتمر بحاجات بقى، تقوم بالليل يا ماما يا ماما، اقول لها مالك يا ريهام؟ تقول لي انا خايفه في حاجه بتصحيني. طيب. وبعدين تقول على طول يا دكتور انا يا ماما شكلي وحش، عيوني مش حلوه. انا خسيت، وشي خاسس خالص. بتاكل كويس يا ست الكل؟ ويجيها مغص في بطنها. بتاكل كويس؟ شهيتها للاكل كويسه؟ بتاكل كويس يا دكتور. طيب هرد عليك يا ام محمد. شكرا يا دكتور. شكرا. طب وانا شكرا. يا دكتور اروح فين انا؟ ما انا هقول لحضرتك، هرد على الست. طب ربنا يكرمك يا دكتور. طيب يا ام محمد يا اهلا بيك. ايوه طيب. ام شيماء عندها ثلاثة، قلنا الشخصيه المنطويه دي مشكله المشاكل لازم تعرضها على طبيب نفسي، لانه بدات تاذي نفسها وتطلع عدوانيتها على نفسها، تقص شعرها، تجرح نفسها، وده بيسموه السيلف انجرز بيهيفير، ودي حاله من الحالات النفسيه لازم تعرض على طبيب نفسي. يا ام شيماء. فرح، انا شايف انه فرح ان هي بتاخد، انت عارف دايما اللي هو الابن اللي في الوسط ده، لا طايل يبقى الكبير ولا طايل يبقى الصغير، فتلاقيه عدواني على الاكبر منه وعدواني على الاصغر منه، وبتوجه عدوانيته مش ناحيه اخواته، ناحيه الاب والام، في صوره عناد، في صوره ان هم يقولوا له امر فيعمل عكس الامر ده. فمع شويه توعيه للاخت اللي في الوسط، اذا لم يكن هناك اعراض تصل بها الى درجه مرضيه. عمر 4 سنوات، ابنها برضو عنده تبول لا ارادي، ده ما بنحكمش عليه دلوقتي اطلاقا طبعا، لانه المثانه البوليه لا يكتمل نضجها او النمو العصبي بتاعها قبل 5 سنوات، فبنعتبره عادي خالص. بعد 5 سنوات بنبدا نقلق شويه. ابو احمد عنده حاله انه كان اخوه عنده مرض عقلي ايا كان المرض، وتوفى والراجل ما قصر معاه. احيانا معايشه خبره معينه بتصيبنا بالتوتر، خصوصا خبره الموت، يعني بيسموها معايشه خبره الموت، مهما يكن درجة إيمانه، إنما حتة غريزة الفناء اللي موجودة فينا كبشر بتربك شوية. فهو ده اللي حصل لأبو محمد، عايش خبرة موت مع أخوه الله يرحمه، فأصيب بشوية قلق وتوتر من يومين ثلاثة أربعة. فبنقول له خد بالك شوية لحسن القلق والتوتر ده يزيد، أحيانا بيدخل إلى نوبات هلع اللي هو الخوف الحتمي والمفاجئ بالموت. فياريت يعرض نفسه على حد من الأخوة الأطباء في الأردن، وإن شاء الله يلاقي المسألة سهلة.
أم محمد بتقول إن هي جالها إنفلونزا وفقدت التوازن وعندها وش في ودنها، ده مسألة بتاعت الزملاء الأنف والأذن تماما، لأن عندها التهابات في الأذن الوسطى ما فيهاش مشكلة. تيجي عند بنتها بقى اللي هي 25 سنة، واحدة خست حوالي 30 كيلو أو حوالي 20% من وزنها في خلال سنة ولا سنتين، لازم نقف هنا وندور على سبب عضوي. البنت ما فيهاش مشكلة في الأكل، هتلاقيها بتاكل كتير وبتخس، ده لازم تعمل اختبار الغدة الدرقية وتشوفها، لأن الغدة الدرقية أحيانا لما يبقى النشاط بتاعها زايد غير هادف بتحرق على طول باستمرار، وهي اللي بتجيب القلق وبعد كده بتدخل في اكتئاب، لأنه مرتبطة دايما مع الاكتئاب. فرقم واحد يا أم محمد لازم من السويس لازم تروحي لطبيب غدة صماء أو تعملي في أي معمل تحليل الغدة الدرقية وتشوفيه وتبدأ تتعالج إن شاء الله عشان ما تدخلش في اكتئاب. طيب ناخد الوقت أم محمد من أكتوبر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا بيجي لي قلق من ساعة والدتي ما ماتت يا محمد أخويا. نعم. بيجي لي قلق من ساعة أخويا وأمي ما ماتوا في وقت واحد. بيجي لك قلق، اتوفوا إمتى؟ ها؟ اتوفوا إمتى؟ نعم. متى توفوا؟ توفوا واحد توفى في أول رجب في آخر رجب. وماما توفت في آخر رمضان. طب يجي لك قلق يعني الأعراض بتاعته إيه؟ الأعراض بتاعت إن أنا بنام، بس بنام بخاف من الموت. بتخافي من الموت؟ آه. طب هل بتخافي من الموت ولا بيجي لك إحساس إنك هتموتي دلوقتي؟ بيجي لي إحساس إن أنا هنام وأصحى ما تحوش. فضربات قلبك تزيد وتحس إن مش قادرة تاخدي نفسك؟ أيوة. وساعات كمان أحلم أحلام وحشة، إن أنا هصحى مش هلاقي إخواتي، أنا هصحى مش هلاقي بابايا. هصحى يعني كده. هل ده مؤثر يا أم محمد على وظيفتك في البيت؟ يعني بتعملي شغل البيت، وإذا كنت بتشتغلي؟ لا، ولا مش مؤثر؟ شغل البيت ومعايا محمد ونور وجوزي مهندس معماري. عظيم. طب ده بيجي لك في نوبات يا ست الكل؟ بتيجي في نوبات؟ مفيش إيه؟ بتيجي في نوبات؟ في نوبات. وبين النوبات بتبقي كويسة، بس ما عدا خوفك إنه لا تجي لك النوبة مرة تانية. طيب. ايوه. طيب ماشي يا ام محمد، هنرد على حضرتك. شكرا. ناخد الاخ عبد الستار من اسكندريه. ايوه. اخ عبد الستار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سيادتك الدكتور. عمر. الله يبارك فيك يا فندم، والله كنت بسال بس على الفصام الذهاني. الفصام الذهاني. الفصام الذهاني، ايوه. عظيم. عشان عندي ابن عنده هذا المرض وكل سنة ونص بيخش المستشفى. طيب عايز تسأل ايه فيه؟ نعم يا فندم. عايز تسأل عن ايه فيه؟ العلاج، يعني هل في علاج يعني العلاج؟ وهل في فحوصات بتتعمل واشعاعات وحاجات كده يعني؟ ماشي يا اخ عبد الستار، هنجاوب حضرتك ان شاء الله. وبعد اذنك معلش، الوسواس برضو، الوسواس عندي وسواس قهري يعني. الوسواس القهري، حد مشخصك وسواس قهري ولا؟ ايوه شخصت، يعني عندي وسواس قهري. طيب. يعني وعندي. طيب. بنتي كده برضه. خلاص شكرا. هنرد على حضرتك. اهلا بيك يا اخ عبد الستار. ناخد الاخ ابو الوليد من السعوديه. السلام عليكم. صبرك يا. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف حالك يا دكتور؟ الله يبارك فيه. بس واحده دكتور، انا عندي ابني عنده سنه ونص، سنه وست شهور بالضبط. ايوه. وهو طبيعي جدا، بس المشكله الاجهزه عليه ما يردش، مثلا يتنح كده وما يردش، وفي نفس ما يردش عليك، ما بيردش علي. في تواصل بينك ما بينه ويبص على عينيك ولا حاجه ولا لا؟ حاسه السمع، لا حاسه السمع عنده كويسه، يعني مثلا اسمع قناه فيها اناشيد ولا بتاع يجري انشيده معانا. لا انا قصدي في تواصل معاك، يعني في عينيه يجي على مستوى عينيك تواصل معاك ولا مش عارفك؟ عينيه. عينيه حي بتيجي. ايوه على مستوى. طب ممكن امه تكلم حضرتك؟ اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا دكتور، أنا ابني المشكلة إن هو التواصل بينه وبينه تواصل بالعين زي ما حضرتك قلت محدود. المشكلة في السمع طبعا، أنا مش عارفة. أنا التواصل محدود، بتقول التواصل محدود مش كده؟ التواصل فعلا محدود جدا. جدا يعني. أنا ممكن عايش في عالم هو لوحده تماما. بالضبط كده. عنده أخته أكبر منه يا دكتور. هو يمكن أنا جبت أولادي ورا بعض، البنت عندها 3 سنين، يعني الشهر الجاي إن شاء الله بتكمل 3 سنين. هل بيعمل حركات نمطية مكررة بإيده وبراسه، يهز راسه؟ بالضبط، بيهز راسه. طيب. فعلا.
طيب. وبيضحك يعني، انا بلاقيه بيبص على حاجات في التلفزيون يضحك. هل يردد كلمات يعني حاجه نغمه كده زي اللي بيناغي؟ بيدندن بيدندن ماما. يسمع اي حاجه يدندن معاها. المشكله دكتور كمان يعني انا عنده اخ كمان يعني دلوقتي عنده سنه وتقريبا داخل سنه وشهر يا ربي عنده 6 شهور. ايوه. فمش عارفه ده ممكن يكون اثر عليه ان جه طفل بعده. بالمناسبه يا دكتور، ان هو كان اول قبل ما ابني يتولد كان بدا يتكلم يقول بابا ماما قطه مثلا حته الحاجات دلوقتي سكت. دلوقتي لا خالص. هو بيعيطش كتير؟ بيعيط. بيعرف يناغي؟ عارفه يناغي يعني ايه؟ يعني ايه ناغي؟ يعني يناغي يقولها باستمرار كده. بيعمل بيعمل كده باستمرار. طيب زوجك قريبك يا لا خالص مش قريبك خالص؟ خالص خالص. طيب لما يدخل حد غريب اللي عنده سنه ونص يقدر يفرق بينك ما بين الست غريبه داخله؟ دكتور انا احنا لسه راجعين تقريبا من عمره. فالمشكله الولد لما انا رحنا بنصلي في مسجد بقى يروح لاي واحده. بالظبط لاي واحده ما بتفرقش يعني. عنده انا بحس ان الولد مش عارفني. مش بره فاهمني، يمكن عشان بالزبط. انا منتقبه فمش طيب. عارفه هو بيفرق ما بيفرقش، لان معظم اللي انا حضرتك عارف ان هم منتقبات. طيب هرد على حضرتك، شكرا. ناخد ام محمد من الدهليه. السلام عليكم. وعليكم السلام. أيوة ورحمه الله. انا عندي ابن عنده 7 سنين ونص، اتشخص على ان هو عنده فرط حركه وتشتت انتباه. ايوه. واتكتب له العلاج استراتيره بالتدريج. أيوة. 10 18 25. عظيم. والمشكله هو المشكله وراثيه يعني، لان انا عندي حد في العيله بنفس المشكله دي. عظيم. فانا يعني اللي متشخص له الموضوع ده بقاله سنه، انا مرعوبه اديله العلاج بصراحه، وعايزه اعرف حتى لو اديت له العلاج يعني، انا جبته وما اديتهولوش، طب انا جبت العلاج ايه الاعراض اللي هتظهر عليه لما ياخد العلاج ده بالظبط؟ طيب ماشي هرد على حضرتك. طمني يا دكتور ارجوك، يعني انا يعني بقالي سنه متشخص الموضوع، بعدين هو مستواه بينزل جدا مع انه كان متفوق. يعني انا عارف ان هو معذبك شويه، الله يعينك عليه. جدا من يوم ما اتولد. طبعا من يوم ما اتولد. معلش. طب هل الحاله دي في منها شفاء؟ هيبقى شفاء تام لو مشيت معاه؟ هرد على حضرتك. حاضر. ضروري يا دكتور ارجوك. حاضر حاضر. طيب هنبدا نرد على ام محمد اللي كانت بتشتكي انه عندها داء، اللي عندها نوبات من الهلع، بيجي لها احساس مفاجئ وحتمي ان هي هتموت دلوقتي، يتبعه الاعراض الفسيولوجيه، ده بيسموها نوبات الهلع او البانيك ديس اوردرز، وده نوع من انواع اضطرابات القلق، بتيجي في صوره نوبه معينه، الاحساس المفاجئ والحتمي بالموت بدون مسببات، يتبعه اعراض فسيولوجيه، ضربات قلب زياده، معرفش رعشه في الايدين وهكذا، كل الاعراض اللي احنا ذكرناها. وده مرض تعرض نفسها على طبيب نفسي، الغالب بيبقى مرض عضوي بحت، يعني في عمل الاشعاعات المقطعيه والرنين المغناطيسي بنلاقي فيه عطف في بعض الخلايا اللي موجوده في المخ، فبيشخص بسهوله جدا جدا، وعلاجه ان شاء الله بيبقى قابل للعلاج، بيتمثل في علاج دوائي وعلاج نفسي سلوكي. ناخد الاخ عبد الستار، كان بيحاول ان هو يستفهم عن الفصام الذهاني او العلاج. الفصام الذهاني ده من الامراض التي تسمى كانت الامراض العقليه، انما دلوقتي كلها امراض مخ واعصاب، ملهاش دخل بعقليه ولا نفسيه ولا الكلام ده خالص. الفصام يعني من الامراض اللي هي صعب شويه في علاجها، ولكن ولله الحمد انه بداوا دلوقتي مداخل كتير جدا، المريض الفصامي بيتعالج وبيرجع لطبيعته، وبتبقى من أعراضه الضلالات والهلاوس، بيشوف حاجات مش موجودة، أصوات بتكلمه بيبدأ يرد عليها، بيهمل في نفسه، حكمه على الأمور غير جيد، من الحاجات اللي هي صراحة بتبقى صعبة جدا جدا. الفحوصات اللي فيها بيعمل أشعة مقطعية، ولكن الفحوصات يعني ليست بالأهمية الشديدة، أنه لازم يتلقى العلاج، وعلاجه بيتحسن دلوقتي، وممكن يرجع يمارس حياته أقرب إلى الطبيعي، يعني مارس حياته أقرب إلى الطبيعي، فنطمئنه إن هو ما فيهاش مشكلة. الوسواس القهري، الوسواس القهري ده مرض بقى من اضطرابات القلق اللي موجود، وده مرض شائع ما بين الناس، والوسواس القهري هناك فرق ما بين الوسواس القهري كمرض وما بين الوسواس الخناس. الوسواس الخناس كلنا بنستعيذ الله وإن شاء الله ربنا يحمينا منه، ما فيش مشكلة خالص. الوسواس القهري هذا مرض عضوي ليس له دخل بأي شيء من اللي بنسمعه، هذا مرض متكامل تماما، وبتبقى تلعب الوراثه فيه دور كبير جدا جدا في مرض الوسواس القهري،
وده نتيجة لخلل كيميائي موجود في المخ، له علاجات وله أدوية بيتعالج بيها وله علاج نفسي. ده بالنسبة للأخ عبد الستار. الأخ أبو وليد من السعودية عنده طفل سنة ونص وطفل 6 شهور، ربنا يعينه عليهم. هذا هو طبقا لما قالته الأم، هذا هو مرض الذاتوية أو الأوتيزم أو التوحد. أنا برضو عشان ما أظلمهوش، طبقا لما قالته الأم أنه التواصل على مستوى الآي كونتاكت مش موجود، مستوى تواصل العينين مش موجود، ما يقدرش يفرق ما بين الأم والأغراب، فهو عايش في عالم بسميه الطفل الجماد، عايش في عالم لوحده. الحركات النمطية اللي بيأتي بها، الأصوات المكررة اللي بيأتي بها، كل هذه الأشياء بنقول للأخ أبو وليد لازم أن يتعرض بأمانة جديدة على حد متخصص في الطب النفسي عنده في السعودية. وأنا على ما أذكر عندهم مراكز كتير جدا بسم الله ما شاء الله هناك، تقدر تعمل شغل برامج لعلاج هذا الطفل بطريقة مبهرة. أنا شايف بقى أنه الأخطر أنه أخوه 6 شهور بادي في هذه الأعراض، وبيسموها الانفانتايل أوتيزم، يعني الذاتوية اللي بتحدث في من بداية الولادة. أحيانا تلاقي أم كده مش واخدة بالها من حاجة وتقول لك والله الطفل ده ما بيتعبنيش، لا بيعيط ولا بيناغي ولا بيلاغي، وأحطه في مكان أرجع بعد 3-4 ساعات ألاقيه زي ما هو، ما بيتابعش بعينيه الأم وهي رايحة وجاية. كل هذه الأشياء بنقول لها خلي بالك منها، لأنه بدأ يدخل في حاجات مثل أخوه. فربنا يعينكم إن شاء الله. والحاجات دي دلوقتي لها برامج إعداد وتأهيل بتبقى هايلة، وممكن إن شاء الله تصل لدرجة من الـ من الـ من التحسن لا بأس بها. الأخت اللي من الدهالية بتقول عند ابنها فرط حركة ونقص انتباه، وهذا من أمراض الطفولة أو الأمراض النفسية المنتشرة في الأطفال بطريقة غير قليلة، ويتميز بحاجتين: زيادة الحركة، عامل معلش عفواً الطفل لما يتنطط من مكان لمكان على كرسي لا يسمع التعليمات، اندفاعي، يقدر ياخد الحاجة يكسرها، لو هو ماشي منهم بالشارع يبقى عاوز يندفع في أي حاجة، بيعرض نفسه المخاطر. طفل يعني بالمعنى العربي 5 دقايق كده ما يقدرش يخليك قاعد انت كمركز، لما بيجي العيادة 3 دقايق بالضبط بيكسر ويقلب العيادة رأسا على عقب. الجزء الثاني فيه حتة الكومبالشن اللي هو الأكت اللي هو الشغل اللي بيشتغل، فده مرض متكامل بسموه الاتنشن ديفيسيت هايبر أكتيف ديس أوردر ADHD، اللي هو الموضة اللي طالعة هذه الأيام، قد يحدث في الأطفال وقد يحدث في الأدلت في الناس البالغين، وبيعمل مشكلة في تتبعه. برضو نقول لها أنه له علاجه، الدواء اللي اتكتب لها بدون ذكر اسمه بيحقق نتائج غير عادية في علاج هؤلاء الأطفال، وده بيسموه النان ستيمولانت أو الأدوية اللي ما بتسببش استثارة لخلايا المخ. لأنه هي الفكرة في إيه؟ ناخد الفكرة أنه هناخد طب كمان مكالمة. نعمة الله. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا دكتور. نعم. أنا عندي مشكلة بعد أحداث بورسعيد اللي كانت في الفترة الماضية دي. أنا عايشة في قطر. أيوة. كنت دايما أتفرج على الأحداث على الأحداث والشباب اللي بيموت وكده. فحصل لي في يوم من الأيام نوبة من البكاء الشديد، وقمت حسيت نفسي إن أنا من يومي حاسة نفسي مش عارفة أنام، ودايما خايفة إني أموت، كل ما أحط راسي حتى أيوة إن أنا هموت. موت خايفة إنك أنت تموتي ولا حاسة إنك هتموتي؟ حاسة إني هموت وخايفة إني أموت، مع إني بصلي حتى في الصلاة بيجي لي الإحساس ده. يعني بيجي لك إحساس مفاجئ وأنت قاعدة إنك هتموتي؟ أيوة. وحتى فبترتبتي وأنا قاعدة برا مثلا قاعدة مع ولادي وكده أحس إن نفس الإحساس ده، وخايفة دايما. طيب هرد على حضرتك. شكرا. شكرا. هكمل بس فرط الحركة ونقص الانتباه، بطمئنها بقول لها دلوقتي بيتعالجوا وبيجيب نتيجة هايلة الأدوية، ومع البرامج السلوكية يعني بنحصل على نتائج لا بأس بها. الأخت من قطر بتشتكي برضو نفس اللي احنا تكلمناه في نوبات هلع موجودة. اللي أظهر هذه نوبات الهلع عندها هو الأحداث اللي احنا بنمر بيها،
ويمكن لو احنا قدرنا نركز بعد احداث الثوره نقدر نحط امراض جديده تماما ونسميها امراض ما بعد الثوره وما بعد الانفلات الامن اللي موجود وما بعد اللخبطه اللي احنا عايشينها في هذا للاسف الشديد في هذه الاونه الاخيره من المجتمع. نسال الله انه يعديها على خير ان شاء الله. فده نوبه هلع يا الاخت من قطر، ونقول لها ده له علاجه وتعرض نفسها على طبيب نفسي وله ادويه زي ما ذكرنا قبل كده. ناخد عم محمد من الاردن. ابو محمد، ابو محمد من الاردن، اتفضل. ابو محمد عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا دكتور؟ يا اهلا بيك. الله يجزيك الخير. بعد اذنك، انا عندي محمد 8 سنوات. ايوه. بيقلق بالليل يا دكتور بعد ما ينام بساعه بالظبط. بيقلق؟ بيقلق بالليل ويصحى واوقات خطره في كلام ما احناش فاهمينه. وهو نايم؟ هو بيبقى صاحي. يعني انت ايه اللي عرفك ان هو بيبقى صاحي مش بيبقى نايم؟ لا، هو صاحي بيبقى في الوقت نفسه نايم. طب دي حاجه جديده عليه ولا هو طبيعته كده؟ لا، ده جديد عليه يا دكتور. جديد عليه. في مشكله معينه حدثت جديد في البيت؟ طفل جديد جه عليه؟ ما فيش مشاكل يا دكتور، عادي، الامور عاديه. بس هو الموضوع ده بقاله شهرين ونص. عظيم. احنا مش عارفين الموضوع ده. حتى جبت بالنهار. اخباره ايه؟ كويس؟ نعم؟ بالنهار بيبقى كويس؟ بالنهار ممتاز الحمد لله، كويس. بيمشي هو نايم ولا ما بيمشيش هو نايم؟ لا، ما بيمشيش، هو طبيعته عاديه. بس هو بعد ما بينام ساعه ونص بيبدا يقلق بالليل. عندك اولاد غيره ربنا يخليه لك؟ السمع. عندك اولاد غيره؟ عندي علي. اصغر منه ولا اكبر؟ لا، علي اصغر. محمد 8 وعلي 4 سنين. طيب، هل بيجي له فزعات بالليل؟ يتفزع تشنجات وهو نايم حاجه؟ هو بيتفزع فزعه خفيفه كده. بس بعد كده، بعد يعني مرور شهر بدا يهدى شويه، ما عادش زي الاول يعني، ما عادش ايه. انما بالنهار كويس وفي دراسته كويس، ما فيش مشكله. الدراسه كويس، بس يعني قله التركيز عنده خفت. ازاي خفت؟ يعني كان عنده قله تركيز وتحسن؟ كان بيحفظ قرآن على طول وكويس، وفجأة أمه تقعد تحفظه، وطبعا إيه، خف التركيز على الموضوع. يعني التركيز بتاعه قل شوية. أيوة. طيب، ماشي يا محمد، هرد على حضرتك. طيب، الأخ محمد من الأردن عنده طفل بثمان سنوات. غالب الأطفال وهم نايمين أحيانا بيصحى يتكلم كتير جدا، فده الغالب الجزء الطبيعي، ما بيخوفناش في حاجة، إلا إذا كانت هذه الحركات اللي بيعملها هو نايم والفزعات هي جزء من صرح حركي بيبقى موجود بالليل في الأطفال، فيعرض نفسه برضو على طبيب نفسية وعصبية هيقدر يفيده بطريقة صحيحة إن شاء الله. أنا عارف أن الاتصالات كتير جدا جدا، فما ادتناش فرصة أن احنا اتكلمنا عن كل اضطراب على حدة، ولكن كان يجب إن شاء الله في حلقات إن شاء الله تانية إن احنا نتكلم عن كل اضطراب على حدة ونستقبل المكالمات. المكالمات بتيجي مفتوحة كلها لأي اضطراب نفسي، ما فيش مشكلة خالص، لأنه ما نقدرش نحصرها في اضطراب معين. فسامحونا إذا ما كناش قدرنا نغطي كل الاضطرابات القلق، ولكن لعلنا نكون في إجابتنا للسادة اللي هم المتصلين، أنه يعني تكلمنا عن الفصام وتكلمنا عن جزء الاكتئاب والرهاب الاجتماعي والقلق، نكون حتى ادينا نبذة أو نبذة مختصرة مفيدة لهؤلاء الناس اللي احنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليهم بالشفاء. ولا تتخيلوا يعني إيه طفل مريض في البيت عنده فرط حركة ونقص انتباه، قد ايه بيسبب قلق للأسرة كلها، قد ايه المريض النفسي بيسبب قلق للأسرة كلها وبيخلي الأسرة كلها يا عيني تلف حواليه. ووعد إن شاء الله على لقاء آخر نتكلم بالتفصيل في كل مرض على حدة. ومرة أخرى ندعو الله عز وجل أن يمن علينا وعلى هؤلاء المرضى بالشفاء العاجل، وأنه يعدي هذه الأيام إن شاء الله على خير، وتفضل مصر هي مصر المحروسة دائما وأبدا. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصحة كنز لا يفنى، والمسلم أولى ثروتنا، والرحمة اسم ومسمى، أضحت مفتاح سعادتنا. للمرضى في الرحمة أمل،
يهديه طبيب عيادتنا. للداء دواء فابتسموا وادعوا بالخير لإخوتنا. يشفيكم رب رحمن ويزيد نجاح مسيرتنا. ويزيد نجاح مسيرتنا. جهاز ايباد ام اي دي، عد معايا المميزات: تصفح الانترنت عن طريق الواي فاي والاي دي اس ال، كمان هتبقى متواصل على الفيسبوك طول الوقت. جهاز ام اي دي فيه خاصيه الجوجل مابس لتحديد المواقع والخرائط المحليه والعالميه، مفاجاه لكل الدارسين وطلاب العلم. جهاز ام اي دي يتمتع بخاصيه الاي بوك، وده هيسهل لك ويساعدك في عمليه الابحاث والدراسات العلميه. هتقدر تستمتع وتشوف فيديوهات بنظام الاتش دي. جهاز الام اي دي ممكن تستمتع وتشوف صورك المتخزنه على الجهاز، وكمان هتلاقي على الجهاز برامج ترفيهيه كتير، منها برامج الرسم وبرامج الموسيقى. ولو انت رجل اعمال ما تشيلش هم، جهاز الام اي دي هو احسن سكرتير ليك، هيساعدك على تنظيم جداول اعمالك وعمل الاجتماعات والعروض التقديميه عن طريق برامج الاوفيس، وكمان هيسهل لك عمليه دراسات الجدوى وعمل الاحصائيات وكمان النوتس اللي هيخليك تكتب كل افكارك في نفس الوقت. ومش بس كده، تقدر تطبع كل ملفاتك عن طريق الوايرلس بدون اتصال السلك بالبرينتر. اما بالنسبه للجيمز، فجهاز الام اي دي هتلعب عليه احدث العاب الاكشن والاثاره في اي مكان بتقنيه اتش دي. ويوجد به ايضا خاصيه الابلكيشن ستور لتحميل 1500 برنامج او لعبه او اغنيه مجانا، وحمل براحتك. ولو اتصلت دلوقتي هيوصلك هديتين: حافظه ايباد وكيبورد. جهاز ام اي دي يتمتع بذاكره تصل الى 36 جيجا، كمان الجهاز معاه ضمان 3 سنوات كامله بتوكيل بيري كارديان. وما تنسوش، جهاز ام اي دي فرنساوي المنشا، وعلى المزايا دي كلها بسعر ولا في الخيال 1299 جنيه زائد مصاريف الشحن. وكمان معاه هديه موبايل اكس 200. للحصول على الجهاز ام اي دي اتصل على 011-2-82-56 أو 011-2-82-57 أو 010-93-30-63-70. برنامج كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، تعرف على بدء الوحي، كيفية الوضوء والعمرة،